فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: لو كان أذان الفجر أذانا واحدا كما في بعض البلدان، هل يجوز أن تقال الصلاة خير من النوم بعد الحيعلة في هذا الأذان؟ إذا كان على الفجر نعم، إذا كان الأذان على طلوع الفجر تقال الصلاة خير من النوم، أما إذا كان متقدما فلا. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.